على حساب الدري ديالو. طون عليا قال لي يعطيني جاب علاش، قال لي بغيت تشوفوه حنا. تذكروش السميات ما خليك معايا راك على المباشر دابا. وضربك في طوموبيل باش ياه ليش زعما شنو زعما يحيدك كاع؟ بغى يحيدني كاع، قال لي قلت لك انت وداك الولد اللي ما بغيتش يعطيني. ياه كنت صايقه كنت صايقه الكروسه فيها الدراري بجوج، غير ربي جا نجيتها وصافي. شكون اللي شكون اللي خدا الدقه؟ انا قاسيت شي شويه في ركبتي ودي داز فيك نيت جاي باغي يضرب ما كاينش ما زعما ما فيهاش رحميني. لا حول ولا قوه الا بالله. لا زعما ما هو اصلا مفرعن، يقول لكم كاين شي واحد فوقه. شحال دابا وصلتي دابا في العمر؟ كملتي 18 عام ولا 19؟ لا دابا عندي طلعه في 23 23 يمكن ما عرفتش ما عرفتش اللي كان ما قريتي ما والو؟ لا اوا من صغرك ما قريتي ما والو؟ من صغري ما دخلتش للمدرسه كاع. خليك معنا اختي شيماء، خليك معنا. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من اقليم الحاجب، وبالضبط مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في من سبع عيون. نعم طبيعه جميله واجواء رائعه هنا بهذه المنطقه الغاليه والعزيزه بقلب سهل سيس مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. ولكن كذلك وسط هذا الجمال وهذه الطبيعه كاين معاناه، ومعاناه حقيقيه اللي هي اللي غادي تعيشوا معنا من خلال هذه القصه، قصه ديال القاصر غرر بها شاب وعاشرها معاشره الازواج في بيت واستغلها ولاحها حامله وعندها جوج ديال الاولاد بعقد زواج مزور، ومن اللي شكات به تحكمات بشهرين موقوفة التنفيذ بتهمة الفساد مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في. وكما كتقول هي انه خرج هو تحكم براءة، والاكثر من هذا انها جال دارهم وخطب وعاشت مع امه وباه في دارهم تحت سقف واحد. مجموعة من التفاصيل مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في غتسمعوها معنا وعلى المباشر على قناتكم. خليكم معنا نسمعوا القصة ديال شيماء لليوم كتعيش يعني. نعتذر مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في على هذا الانقطاع الخارج عن ارادتنا بانقطاع ديال البث. غادي نخليكم مع شيماء هي اللي غادي تسرد لنا تفاصيل هذه الحكايه وهذه الواقعه اللي اليوم ها هي امامنا. لا حول لها ولا قوه من الا انها توجه الله سبحانه وتعالى يكون معها في هذه الواقعه اللي بكاتنا صراحه المشاهدين. نعم اختي قربي الميكروفون. شنو وقع لك اختي؟ ها خوت راكي مع خوتك المغاربه الان باش كيفاش قصتك؟ فين تلاقيتي هذا السيد؟ فين عرفتي هذا السيد؟ اخويا تلاقيت معاه بودربال، كنت خدامه في قهوه على شي شهور. هو غادي يجي عليا تيقول لي انا بغيت المعقول تيجي الدرويشه ماشي زعما نتبلى عليك بزاف، انا كنت مازال مين صافي يا ديك كنت فيه كنت وصلت واحد النهار اصلا حتى خرج انا متوقف عليا بالموطور انا مدة 8 شهور وهو تبعي المهم طيب لي القلب. واحد النهار وقف عليا عطيتو النمره صافي بقيت كنهضر انا وياه، خرج عليا ديال بصح تلفني على الخدمه وتلفني حتى على الدار. فيما كتخرجي هو مورا؟ فيما كنخرج ها هو مورايا. قالك باغي المعقول ما كاينش يعني صافي. قال لي انا بغيت في دارنا. لا قال لك حيتاش قال لك ما كنعرف لا دار لا والو فهمتي صافي. قال لي انا عجبتيني با وسير عند با. ماشي بهذا الشيء ماشي بهذا الشيء دخلني هو. قال لك انا بغيت المعقول عجبتيني وهادي وعطاني النمره. فعلا قلت ما ربنا الدري راه 8 شهور هادي هو غادي يجي عليا ما ربنا يكون بصح. كنت الخمار؟ اه كنت داري الخمار. يعني بعدا من هاد المشاكل ما كنتش في عمرك ديك الساعه؟ والله ما نكذب عليك ما قريتش ما عنديش لاكارت ناسيونال كاع. لا باقا والو باقا مازال ما عنديش لا. صافي بقى غادي جاي عليا. قلت صافي نسر راسي فيها بس الا تزوجتو صافي. تلفني على الخدمه تلفني على الدار. الدار مابقاش كندخل لها كاع لا بالليل لا بالنهار، وليت بحال شي وحده نيت بنت برا. اش كتقولي لوالديك؟ صافي انا والديا بدل لي الكارطه عليهم كاع تالي صافي ما كتهربي. صافي انا غير تخرجي من الدار شحال كتغيبي؟
حتى شهرين حتى 3 شهور حتى فينتي انا وياه في بودربه مره يكري ليا كل مره فين انا وياه مره في ايفران مره الفلوس كاينه كلشي كاين الفلوس كاينه هو عليك بزاف الفلوس الفطور ما الفطور الا ما فطرتش بالعصير وهذا ما نفطرش به كان داير لي زعما داك الشيء ديال الاحلام شحال نتوما على هذا الحال عام 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 صافي وحنا غير قلت لك غير اللي جابها لي اللي يديها النهار هو كي عليه بزاف ديال الدرك في الخدمه كيعيطوا له الناس تيخدم مع تريسيان هو بالحكم الخدمه ديالو تريسيان يدون ديك الاسماء يلا هو تريسيان كيعيطوا له الناس هذا كيجي كيخدم كيمشي كاع كيضرب غير بريكول ب 10000 ويجيو وتفي التليفون وباخر صافي بقيت انا وياه غير على الدوران غير على الزناقي على الدوران على الزناقي حتى وصلت للاجب فين غندير لاكارت حملت مع وصلت للسن حملتي قلت له شوف قلت له دابا واخا تكون ما زعما كنتيش ناوي المعقول بغيتي غير تفلى عليا وانا ثقت فيه واحد الثقه بزاف انا ثقت فيه واحد الثقه بزاف صافي هي هذيك حملت منه قلت له دابا واخا تكون زعما باغي غير تفلى راه خاصك ضروري دير ليا الكاغيط خاصك تجي تقدم مالين الدار جينا عند قال لي صافي واخا جيت انا وياه عند امي قلت له باها الا لقاها في الدار غادي يذبحها حيتاش كانوا كيقلبوا عليا وما تيلقاونيش كاع ما عارفين ما طاحت لهمش في بالهم زعما غادي نكون كندور انا وياه في بودرباله حيتاش كل مره فين انا وياه مره في بودرباله مره في الحاجب مره في ايفران صافي هي هذيك نسيتي الوالدين نسيتي انا نسيت واش عندي شي اصل ولا نفصل كاع بحال كتخمي كاع بقيت كنخمم الوالد غير هو صافي كان كيبان لي غير هو صافي وديك السعاده صافي تنقول عمرها ما تسالي واخا حملتي شنو تغير شنو وقع قلتي لي قلتي لي خصنا الكاغيط خصنا تجي اصلا بعدا لدارنا تخطبني ونديرو داكشي اللي نديرو ونديرو الكاغيط قال لي صافي واخا سيري قال لي للدار قال لي واخا جيت انا وياه تعرضنا لماما هنا في القنطره وقالت له فين كانت هذه وشكون انت ما عارفاش ما عارفه حتى حاجه صافي فهم لها قال لها بنتك اشنو شنو قلت لها مرة انا حامله ولا شنو كان شفتك طحت عرفتي تصدمات امي صافي هي هذيك رغبها طلعت معاها للدار جابة قالت له راه غيجي واحد من الناس يخطبها واش صافي انا في البلاصه حتى كنت ديك الساعه صافي وصلت للتسجيل القانوني درت ناكار ناسيونال ديالي تسنيتو جا قال لي بعدا خصني الفلوس صافي منين سالا اصلا خدا داكشي اللي بغا ومشيت انا للدار حامله قال لي خصني فلوس باش نجي نخطبك قلت له معليش انا غادي فلوس باش يجي يخطبني واخا هو عنده خاصو بروفيتي فيا انا شحال خاص ما عرفتش كاع قال لي خاصني الفلوس قلت له شحال قال لي خاصني غير باش نخطب وصافي قلت له واخا مشيت خدمت في الفلاحه في البصله واخا انا حامله كان ديك الساعات كلشي مزال ما كتبانش مشيت خدمت عطيتو 8000 ريال عطيتو 8000 ريال عطاها لوالديه منين جاو يخطبوا جابوا لنا غير شي سكر وشي دانونات وشي باسطات لخواتاتي وصافي هادشي اللي جابوا في هاد الخطبه قلت معليش ماشي مشكل دابا انا خصني غير نتستر بلا ما نتشوى ونتشوى العائله ديالي والوالده والوالد الا ساق الخبر غير نتستر اخويا هادشي اللي كنت باغا صافي هي هذيك جاباه دافع السنطيحه زعما تقول هاد الناس الله يعمرها سلعه وبحالهم ما كاينش جاو الدار صافي جاو خطبوني ياه هنا عند امك وبا عند با وامي فلوسك فلوسي انا كو كان غير داروا لي 8000 كو كان غير وهذيك 8000 ريال واش هي داك الباسطات ودوك دانونات ديال درهم وواحد جوج قوالب السكر وجاو يعني جايين يعني هنا تحسي انه كاين تابع حسيت بالامان قلت صافي الحمد لله وقع الخطأ وليني قلت طحت في هذا ولد الناس واخا غلطت معاه وتخت فيه طلع معايا فوق راجل صافي جاو درنا ديك العشيوه لا غد ليه وبات معنا الدري في الدار ولا غد ليه مشيت انا وياه وبا وامي ومشينا دخلنا عند واحد العدول باش نسولوه بحكم مازال حتى شي وحده في ولادي تزوجات باش غادي نعرفوا زعما سير بابا
ديرها بابا وليد جاي. لا معليش صافي، هي هذيك مشينا عند العدول قالنا هشنو غادي تحتاجوا شهاده الخطبه وكيحتاجوا فيها الشهود باش هذه العزوبه. الاوراق اللي غتجي الاوراق ديال الكاغيط. فرحانه قداني فرحه، مشيت صورت وجمعت داك الشيء، ومنين وصلت للشهود ما لقيت ليش شهد معايا. في الطريقه باش تتعاودي يعني، واخا يعني زعما الله يكون معك، الله يحسن عوانك. الله يحسن عوانك. صافي وجمعت دوك الوراق وجاب لي الله بعدا واحد جوج ديال الناس وشهدوا معايا بالله كانوا في الخطبه وهذاك الشيء، وجمعت دوك الوريقات صافي وطلعنا عند الوالده في نهار. سبحان الله العظيم تيسرت الامور في ذاك النهار، جمعت الوراق ما تعكست حتى حاجه. وشهاده العزوبه خديت كل شيء صافي، فرحانه كنقول صافي فرحانه. الواليد فرحان راك عارف الوالدين. صافي الحلم ديال اي اب هو يوصل بنته لبر الامان. ما يشوفهاش قدامه راه شي عند ولد الناس اللي غيتهلا فيها واللي غيعرف قيمتها. هذيك الشيء الامنيه ديال اي اب، هذاك الشيء اللي كاين. صافي مشينا صافي طلعنا لدارنا انا وياه، انا والراجل ديالي والوالده والوالد. صافي راجلي طلعنا درنا العشيوه، قال لامي صافي دابا راه خصنا نمشيو، وكان شيخي في الدار ديالنا، قال لها صافي دابا جمعنا الوراق خاصنا نمشيو. قالت له ماما علاش زعما ما نديروش الكاغيط هنا، علاش ما نديروش الكاغيط هنايا في سبعيون. قال لها لا انا راه عندي شي عدو صاحبي في بودربالة. مشينا لبودربالة ودينا دوك الوراق، بحكم انا منين داوني للدار ما كنخرجش كاع من الدار، ما كيخليونيش نخرج. عطيتهم، قال لي بعدا شيخي صبري شويه على ما نجمعوا الفلوس، داك 12000 ريال وانا مع الشحال. صافي دوز غير واحد اليومين وجا قال لي شيخي عطيني دوك الوراق، عطيته دوك الوراق. عندك هو والولد ديالو داو دوك الوراق عند شي عدول، ولا الله اعلم الله اعلم فين داوهم. جابوا لي ورقه بيضاء انا ما قارياش، ما عارفاش، ما كنعرف حتى حاجه. قال لي اسمي الراجل وسنيت صافي وداها، ما عرفتش اخويا وسنيت على حد، ما عرفتش راسي على نسنيت. لا فيها الكتابه، فيها اخويا الكتابه وفيها كرشي حمر وسنيت فيها وداها، ما عرفتش راسي وسنيت على حبس. واش المهم انا ما قريتش، ما عرفتش بالضبط على نسنيت. صافي قال لي دابا راه صافي سنيت. قال لي دابا هانتي مرتي وعايشه معاه في وسط الدار مع والديه، بحال اي مراه عايشه مع راجلها، بحال اي مراه عايشه مع راجلها في الدار. واللي قالوها لي تنديرها، اي حاجه قالوها لي كنديرها. معاكم بوحدكم في دارهم؟ مع مو مع با، مع مو با اخوه. بهذيك الورقه اللي سينيت، بهذيك الورقه صافي سينيت صافي. راه انا ما عارفاش وما قارياش، وكنت كنثيق فيه وثقت في عائلته. مو با كيعاملوك يعني مرت ولدنا صافي. كنا وبحكم زعما كنت ولدتي عنده، ولدت الولد الاول عندهم. ونفسوك مسائل كدا هادي ما داروا له لا اسبوع لا والو، غير ولدت صافي. جيت من هذا من البانيو وجيت بحالي نيشان للدار عندنا. داركم؟ ما رجعتي عندنا؟ لا رجعت، ولاني هما ما عندهمش باش غادي يديروا داك الشيء، راك عارف داك الطقوس ديال الولاده. عقيقه وهاد المسائل هاي داك الشيء ديال هاي ما دارهمش هو؟ لا ما دار حتى حاجه؟ لا. ومشيت تما الساعه ما فهمتي والو؟ ما قالك ما عندناش، ما عندناش. وتنقولو زعما راه عندك الفلوس، وكيجيب بعدا بالربعين بالخمسين الف ريال يديرها تحت الوساده، ومني تنقولو ديما هاد الفلوس تيقولي ديال السلعه د موليها ماشي ديالي. هو بعدا من نهار ديتو ما عمرو شرا لي شي حاجه انا ليا انا من غير مو. واخا الوليد تحط في حاله مدنيه؟ لا ما عنده لا حاله مدنيه لا والو. وفين هو داك الكاغاط؟ اجي بابا رجع. ما عرفتش السلعه د مهمه، السلعه د مهمه ما عرفتش اخويا. هذا شحال عنده دابا؟ راه ما متورخينش. ما متورخ حتى واحد فيهم. اويلي. وما انا ما قارياش كي غندير اخويا، نعرف انا شحال عندهم. انت ما عارفاش دابا الدراري؟ انا غير تنقيس.
اه دابا ولدك انت ما عارفاش امتى تزاد التاريخ ديالو والمسائل ديالو نهار وشحال ما عارفاش ما عارفاش اخويا الشهر 2024 اختي اه ما عارفاش الشهر والنهار ما قارياش كي غندير نعرف اخويا الشهر انا والنهار يا وي يقولوا لك عندك الاخوات في قراوه عندي اختي وحده اللي عندي موظفه في قنيطره هي اللي عارفه الشهر فوقاش ولدت انا هي عارفه هي اللي شاده ليا شي منين كان بحال هكا يسولني شي حد ولا كان شي حاجه كان نعيط على اختي يعني تنقول لها قولي لي حتى انا ما قاريش كي غندير نعرف هاد الشهر ولا ما عارفاش كاع في خطره ولدتي الوليد الاول رجعتي ما دار ليه حتى شي حاجه تما ما حسيتي بوالو ما قلتيش راه البركه فين انا غادي ما كيجينيش داك الشيء صافي انا كنعرف غير هو راجلي وصافي ما كنعرف زعما واخا المعاناه تنقول نصبر وما كاينش شي وحده اللي ما تصبرش على ولادها كنت كنقول كنت كنقول نصبر وكنت كناكل العصا كنت كناكل العصا وشحال من حاجه وكنقول نصبر من عنده هو ني علاش اسباب هو شي اسباب ما تافهين انت في الدار قلتي ما كتفكري معاه اه وشي حوايج تافهين كنوضوا عليهم وباه واكثر كنت كنعاني مع باه علاش باه على مشطان ناض معايا على مشطان اه مشطان ديال الشعر ناض معايا انا نوض ليا الصداع في الدار ايه جات مشطان الهضره اه واخا ولدتي معاه الولد الثاني اه حملتي عاوتاني اه عندهم في الدار لا كنا صافي خرجنا من الدار من دار. كريت انا وياه في افران اه صافي كريت انا وياه واحد البيت في افران شكون اللي خرجكم من الدار؟ باه قال لي هز مرتك وسير اه ودابا تا والديه عند بالهم راه انت مرتو اه راكم مديرين الكاغط دايرين اه صافي زيدي باه شوف مشيتو الافران مشينا الافران كرينا بيت اه كريت بيت صافي كريت بيت هو بقى هو كيخدم وانا في الدار مره انت انا كنخرج نخدم مره كنت كنخرج نخدم حملتها بهاد الثاني شت العذاب شت العذاب لكن حيتاش بهاد الثاني صافي جري عليا واش مزيان بحال حس براسو انه صولاه ولا شنو ما عرفتش والله ما عرفتش ناوي يتزوج ما عرفتش اخويا ما عرفتش نهار قلتي الثاني صافي قلب وجهو بزاف وانت حملتي الثالث عاوتاني كي درتو ليها هانتوما في الحرب والمعاناه اه كيدير لي الطلاميص شي خويا كيدير لي الطلاميص داك السيد كيدير لي الطلاميص ما كتبش عليك ما بغيت نشوفو صافي تنقول هذه هي الحياه واخا كيدوزو عليا المعاناه وبزاف واخا كنقول نصبر معاه حتى هو بين ولادي ما عنديش شي حد واحد اخر كاين ثاني كاين مواني على الحمل كاين وكاين 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 شي كتاكلي في العصا كتحرش فيه كدا انا نطلع كيما كنقولو نمشي خمس خفيف نص نص ماشي هي ثلاثة وليدات دابا اليوم ها هو هما زوج مساكن هما كيدورو قدامنا جاب الله هي كاينه المهمه اللي كالات معاك كيما كنقولو اه هزات معايا بزاف واخا حملتي المره الثانيه ولدتي بدات الحرب كما تقول آه. زيدي تقاتلوا ونتصالحوا نتقاتلوا ونتصالحوا صافي عليا باش حملت هذه الحمله الثالثه وكنت اصلا كنخدم راه حتى انا كنخدم ماشي غير هو اللي كيخدم غير هو فلوسه هو فلوسه كيخزنها فلوسي انا كيديها ونصرفوا بها ونخلصوا بها الكرا الفلوس ديالي انا كنت كنخدم في واحد القهوه في افران كنغسل الموان مره خدمت كندير الحرشه والملوي مهم داز عليا معاناه بزاف عانيت مع هاد السيد بزاف وشي يقول لك هو ما كاين حتى شي واحد فوقه يعني صافي هو تيقول لي تاع عائلتك ما كتوقفش معاك بقى غير نوقف معاك انا تيقول لي انت ما كاينش اللي غيوقف معاك اصلا تيقول لي ما كاينش اللي غيوقف معاك كاع خرجتي من صافي حملتي الحماله الثالثه خرجتي بحال صافي جيت لدارنا اه جرى عليك ولا جيتي لدارك لا جرى عليا من افران اه ما بقاش بغى يخلص الكرا صافي وجيت بحالاتي صافي جيت للدار هنا دابا راه اكثر من 5 شهور وانا هنايا ولا 4 شهور وانا في الدار هنا اكثر
في شي سولت على راسك؟ في شي درتي شي شكايه؟ درت شكايه وانا تما بعدا في افران. ديالاش كانت هاد الشكايه الاخرى؟ كان بغى يدي لي الولد. يدي لك الولد؟ كيفاش يدي لك الولد؟ بغى يدي ولده الكبير. قال لي دير لي عليه التزام. با اللي قالها له، قال له قولها تنزل لك على الولد ونديوه باش عاوش تشوفه في خطره وما تجيش عندي للدار. علاش ما نعرف، بغى يدي غير الكبير. واخا دابا هاد الوليدات حتى واحد فيهم ما عنده حاله مدنيه؟ لا حتى واحد ما في، ما عنده حتى شي ورقه. هاد الولاد والو والو اخويا، ما عندهم حتى شي ورقه، غير عايشين عايشين غير هكاك وصافي. الولدة الأولى ما دارش الولد حالة مدنية؟ ما سولتيش؟ ما عرفتش أخويا، ما قارياش باش غنعرف أنا. واخا الولدة الثانية ما حطش الولد الثاني؟ والولدة الثالثة؟ واخا مشيتي سولتي على ذاك العقد؟ مشيتي سولتي؟ ما عاطيني حتى شي ورقة في يدي باش نسول أخويا أنا. ما عندك العقد لا والو؟ لا صافي، أنا سنيت على ديك الورقة ورجعوا داوها، ما خلاوها لياش. ما عطاكش منها نسخة؟ لا ما عطاني حتى شي حاجة، صافي قال لي هذا هو الكاغي. قضاء الأسرة؟ ما فين كنخرج انا خويا، ملي كنت عندو في الدار ما كنخرجش. منين جيتي دابا بحال؟ مشيت بعدا منين بغى يدي ليا الدري. كان ضربني وبحال اللي بنادم خرج ليا شويه من الغلاف في كرشي، ومشيت درت به شهاده طبيه ومشيت عند البوليس مضروبه، وقلت لهم شنو دار لي وشنو دار لي، ومشى هو دار بيا عاوتاني شهاده طبيه بلي انا هرسلو نيفو. هو ما مهرسلو لا نيفو لا والو، انا غنقدر اخويا على الراجل نضربو ونرسلو نيفو. انتي هرستي ليه نيفو؟ ودار شهادة طبية. المهم رجل الأمور من جهتي كلها تكون ضدي، وهو غير أنا درتها عند البوليس، وهو هبط دار الشكاية ديالو في أزرو، يمكن عند وكيل الملك. أنا خويا ما عارفاش، ما قارياش، ما عرفت فين نمشي ولا فين نجي. صافي منين بقيت قطعت سياسي حتى كان وصلنا وصلتو الشكاية، وصلتو الشكيبية شكيبك شي مرسني. صافي جيت بحالاتي نيت. كنتي تسولي تشوفي راسك واش مجوجه بعدا؟ ما عرفتش اخويا فين غنسول، واش هما حكموا عليا بالفساد؟ هو حكموا عليه براءه، علاش ما عرفتش. ديك العلاقه كامله ما فيها لا كاغط لا والو؟ ما فيها حتى شي حاجه. شنو ديك الورقه اللي سنيتي؟ ما عرفتش انا ديك الورقه اللي سنيت عليها، ما عرفتش. جواج مزور؟ جواج مزور نصبوا عليا. هذه علاقه كلها حرام؟ كلها حرام، كلها حرام، والولاد اللي كاينين كل حتى هما حرام. اعوذ بالله. قدام والديكم وقدام والديه، وكنا عايشين في وسط دارهم زعما، وعاطينا البيت المنكر، كنجلسوا على طعام واحد وكنشربوا ماء واحد. ارى ولدي، ارى ولد ولدي، شد ولد ولدي، مرت ولدي. وكنت كنحترم هادشي، يعني عايشين هاد بخير. حيت متى والديه منصوبون عليهم؟ حتى هما ماشيين، حتى هما قايل لهم راه كاغط ولا شي حاجه؟ ما عرفتش اخويا، لحيتاش هادشي هما في راسهم وما غيكون في راسهم، لحيتاش راه الراجل مع ولده، ما يمكنش يكون غير الولد اللي تيدير هادشي بجوجهم، لحيتاش جابوا لي الورقه بجوج. ياه بجوجهم، جابوا لك الاب وولده بجوجهم، جابوا لك للدار. للدار ما كاين لا عدل لا والو. لا ما كاين لا عدل لا والو، حتى شتي السطح هو التالي ما تيخلينيش نطلب منه. ياه هو داك الافران وليتي خارجه تخدم؟ وليت ماشي غير خارجه، عرفتي راه تكرفس بزاف، تكرفس عليا بزاف، ماشي زعما كيدير الوضعيه الحاليه دابا. يعني جيت مشيتي دابا راه خربقتيني انا، كيفاش تحكمتي بشهرين صورتي؟ ما عرفتش اخويا، انا ما عرفتش، ما قارياش. ما تحكمتي بها شهرين صورتي؟ فهاد الشكايه فين تضربت انا وهو قال لك دار بيا حتى هو شهاده طبيه بلا حتى هو مهرس له نيفو؟ شنو قال لهم؟ انا كنتي معاه ولا شنو؟ ما عرفتش شنو تيقول لهم اخويا، ما عرفتش الاقوال ديالو شنو تيقول فيهم. ما عندك لا دوسي لا حكم لا محضر؟ لا الحكم عندي، ولكن ما عندي لا دوسي لا حتى شي حاجه. نهار اللي قالوا لي نصوناو عليا البوليس، قالوا لي عندك تقديم، انا كنت هنا في دارنا وتسلفت وتكلفت واخا ما عنديش، حيت ملي كشت ولادي ومشيت من 7 الصباح وانا يا في باب المحكمه كنتسنى البوليس يجيبوه باش نتقابل انا وياه، ولكن ما جاوش. ما جاش هو؟ ما جاوش كاع، لا البوليس لا هو، ما جاوش كاع. دابا قلت لك فين المحكمه تقدمت؟ في ازرو. ودابا قلت لامي انا راه ما عنديش الفلوس باش غنكملوا الافران، يلاه نمشيو بحالنا نرجعوا بحالنا للدار، وقياني تما مطوفين نهار كامل بلا ماكله. رجعتي بحال؟ صافي رجعت بحالي، ما كاين ما حاضره والو، ما كاين حتى حاجه، ما تقدمتوش؟ لا
وصونوا عليا بويس قالوا لي عندك تقديم وهضروا مع الوالده ديالي. واخا اختي اليوم يعني واقعه ما سهلاش، هادشي ما سهلش. ما سهلش بزاف اخويا. ما دخلتيش في راسك انتي والو، ما عندك لا ورقه لا جوج. 3 سنين والله شحال دابا تقريبا؟ ايوا راك والله بزاف. سنوات ديال الزواج وهمي. وهمي. انتي كنتي غير في علاقه غير شرعيه. اه. بموافقه الوالدين. اه. اه هادشي اللي دابا هذا هو العنوان. اه داكشي اللي كاين نيت. راه هادشي اللي كاين. خرجتي دابا اليوم بثلاثه ديال الوليدات، ها زوج هما كيدوروا قدامك، هذاك اللي في كرشك، هادو ما عندهم حتى ورقه. لا والو. ملي كندخل دابا ملي كنمشي للسبيطار، ملي كنمشي للسبيطار. باش كتنفع على هاد الاولاد باش كتمشي للسبيطار باش خويا كيعاونوني الناس، غير اللي عطاوني الناس. السبيطار باش كتقدمي هادو باش كتعرف فيهم راه ولادك، راه كيقولك اري لاكار، المدنية اري. اه كان لحيتاش في الولد الاول، لا في الولد الاول قالوا لي عطينا الكاغيط. وقلتها له قال لي صور لاكارت ناسيونال وصيفطوا لي، قال لي عطيهم لاكارت. كاين غيقول لك اختي واش باقي في هذا الزمان يعني في هذا العصر باقي؟ اه راه بنات دابا حنا عارفين الوقت راه تغيرات وبنادم تيفهم. انت راه ولا على بال بنادم، راه ما بقاش داك الشيء اللي كنا كن شي باقي كدابا كتعاوني كنحس براسي بحال داوي يعني في الستينات ولا في السبعينات ولا الثمانينات. السبعينات والثمانينات ما يتقولوش هاد كما كنقولوا بهذه الطريقه، بهذه السذاجه كما كنقولوا. سمحي لي لانه كاين شي حوايجات اللي خليتي فيهم بصح الحب زعما ما تلا الدرجه بزاف بزاف عقل صغار. هادشي ندمتي على هادشي بزاف؟ كون لقيت ما نعرفوش كاع كنت رجع بيا الدنيا اللور ما نعرفوش في خطره. لحيتاش هو نهار كاع اللي كان تابعني تيقول غير الحلال، ما عمري سمعت من فمو شي هضره من غير المعقول. هو بغى غير المعقول قالك. خطأ شرف. قلت راسي ماشي في المعقول كاع في خطره. شنو رأي والديك؟ مهم الوالد. اه الوالد بزاف. الوالد كيحس براسو تشمت. جا وباتو عندي وكلا وما كلتي. شنو دارو؟ قبلهم. وتسلف وتكلف وتا هو خدام غير في الفلاحه و... تقهر. اه تقهر. اه دابا كان دابا كنهضروا معاه يهضر معاه شي حد بحالك تيبقى يبكي كل ما انا تقهرت وعييت بالمصروف. وتقهرت في بنته وشاف كيفاش يعني تيشوفني دابا باكثريه مع مرض مع بزاف. شنو عندك في الميل؟ عندي القلب، عندي الصمامات مخنوقين. ساجا انت عندك صمامات؟ اه ما نقدرش ما نقدرش نمشي لشي بلاصه فيها البحر كنتخنق. عندي فقر الدم حاد. الله. اه عندي فقر الدم حاد وما كنتش عارفه راسي كاع غير جالسه، حتى درت واحد التحاليل عاد خرجوا لي فيهم بلا خصني نزيد الدم. ما كانش في راسك؟ لا لا كاع شكون اللي كان ديها في راسه ولا يمشي يشوف ما راسه ماله ولا ما والو. اليوم شيماء محكومة في شهرين سورتي وهو براءة. براءة من ماذا؟ ما عرفتش. من ذاك الضرب ولا من العلاقة اللي كانت بيناتكم ولا؟ ما عرفتش. علاش انت تحكمتي فساد؟ ما عرفتش اخويا كاع لحد الآن، ما عرفتش أصلا هذيك الشهرين اللي حاكمينها عليا أنا بوحدي فساد، ما عرفتش شنو السيرة ديالها، ما فهمتش، ما قارياش، ما عرفتش كاع. وانا يا صافي مليت تي الامل، فقدت الامل بزاف صافي. كنقول انا غاب بوحدي وما عندي اللي غيوقف معايا، غنبقى ديما بوحدي وصافي. ما حتى ملي جيت لدارنا هنايا خيخت، طلعت لي الدنيا في راسي كاع، ما بقيتش باغيه عاد نمشي للمخزن ولا نتابعه ولا كلش. كنقول لامي صافي دعوه الله صافي عييت. هو عنده الفلوس، هو عنده باش غيدير عليا محامي، عنده باش يمشي، عنده الحديد، عنده انا عندي الله سبحانه. لا اله الا الله. والحمد لله كاين القانون اختي الحمد لله. الحمد لله. ودولة حق القانون هذه ودولة مؤسسات ماشي رحنا اليوم يعني راه كنشوفوا الحمد لله الدولة ديالنا. الحمد لله. راه كاين خلايا ديال التكفل بالمرأة والطفل في مجموعة ديال كل المحاكم ديال المملكة في جميع ولايات الأمن في جميع الدوائر الامنيه كتلقاي خليه ديال العنف او التكفل بالمراه والطفل. ما كيقولش لك الزوجه والطفل، كيقول لك المراه والطفل. اذا انت اليوم وكذلك في السريات ديال الدرك الملكي راه كاين
كاين هذه الخليه هذه، وهذا في اطار يعني المعاهدات اللي وقعها المغرب والاتفاقيات الدوليه في اطار يعني دعم حقوق الطفل وحقوق المراه. هذا الشيء راه المغرب الحمد لله تقدم في هذا الباب، غير هو خصك تمشي تسول يا اختي، وكاين جمعيات كذلك نسائيه اللي كتناضل وكتدافع على حقوق المراه، يعني كاين يعني كاين شي حويجات اللي ممكن انهم يكونوا في صفك وياخذوا لك حقك، ياخذوا لك حقك وحق الوليدات، لانه حرام هذوك الوليدات يبقاو بلا هو وليد راني ترا كيبان السكين كيلعب ليه في البيكالا، ولدك هذاك ياك، هذاك ولدك، هذاك هو الكبير. هذاك هو الكبير. نعم. يعني انه 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 يعني اليوم انه هذاك الوليد ما عنده لا حاله مدنيه لا والو، بدا هو خاصو يمشي يقرا. بغيت ندخلو غير للرود وقالوا لي خاصك العقد سيد. وعاد زيدي هذه العقده ديال التيكت تقولي ان لا راه ولادي في الحرام، يعني هذه انا ما 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 شوفي لما تقولي اختي هذا الشيء هذا خلي الوليدات يكبروا على راحتهم ما ذنبهم والو، انتوما اللي درتوا كما كما كنقولوا انتوما اللي تحملوا ذنوبكم. شنو رسالتك اليوم وشنو النداء ديالك؟ كنطلب من سيدنا ياخذ لي حقي وحق وليداتي، هذا الشيء اللي بغيت، والحقوق ديال الطفل، هذا الشيء اللي بغيت، انا بغيت غير الحق ديالي وحق وليداتي، هذا الشيء اللي كنطلب، ما كنطلب حتى شي حاجه، باش انا مكرفصه معاه لا والو، لا صافي ما بقيتش باغيه، بغيت غير الحق ديال ولادي وحقي اللي ضاع، صافي هادشي لي. وهاد العقد مزور هذا يعني. هادشي هادشي لي كنقول لك، انا بغيت حقي وحق وليداتي، انا كنطلب من سيدنا ياخد لي حقي وحق وليداتي، تكرفست بزاف، وانا دابا كنعاني معاهم، تنعاني معاهم دابا ديال بصح، غير مصروفهم في الحليف في الكوش، وبا انا خدامه على قد الحال ومريض عاد. كيخدم غير في الفلاحة، وهي جاية ولادها، وهي جاية ولادها، اه جاية ولادها، وهاد الكرش عاد راها مرضاني وتكرفصت معاها كاع، فيما مشيت ما كيشوف فيا حد، مشيت للسبيطار بايتها في البانيو وما داها فيا تا واحد، كان فيا غير وجع قليل وما داها فيا تا واحد، ما شاف فيا حد ما تا حاجة. شنو نقول لك اخويا، واحد المعاناه ما نقولكش. الوليدات الوليدات دابا تيتسالى لهم غير ليكوش، كنبقى نبكي تنقول مني غادي نجيب هاد الفلوس ليكوش، كل سيمانه كيخصني 1400 ولا 1200 باش نشري ليكوش للدراري، والولد هو صغير مسكين وقطعت له الرضاعه، راه دابا بالليل كيبقى يبكي لي على الحليب والرضاع، وكنعطيه كنعطيه غير اتاي، هلكتو باتاي، راني ما عنديش الغالب الله، كون كان عندي راه انا كاين شي ام اللي كرهت ولادها يعيشهم مفتحين، وراني الغالب الله ما عندي ما ندير، حنا بحرام متكافين مع عيشة عادية وصافي. اختي واخا كاين اللي تقول لك عطينا النمرة ديالك، خلي ليهم النمرة دي، قولي النمرة. مرحبا اخويا. واخا مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي غنحاولوا الشابة هادي اللي بغى يقدم لها يد المساعدة، فيعني راه شيماء اليوم حاملة، يعني ما عارفاش يعني حتى امتى يعني غتولد، كنتمناو كذلك رسالتها توصل للمستشفى او المستشفى اللي تكلمت عليه، كنتمناو انه توصلهم الرساله ديال هذه الشابه هذه اللي كتقول لك انها مشات وما تلقاتش يعني ما دها فيها حتى شي واحد العنايه اللازمه، فهذا واحد من المشاكل الكبيره اللي كتعيشها المنطقه، والضغط كبير اللي كتعيشوا هاد على مستوى مدينه مكناس، كنعرفوا انه كاين ضغط كبير، مع العلم انه راه كاين الحاجب فيها مستشفى ديال المراه والتوليد، وكذلك هنا في سبع عيون راه كاين تفتحات مصحه مؤخرا، راه تفتحات واحد المستوصف من المستوى الاول، واللي كان جا وزير الصحه هو اللي كان جا دار الافتتاح ديالو، اظن انه المصلحه ديال طب التوليد واش خدامه ولا ما خداماش خويا، خدامه مصلحة التوليد خدامة ولا ما خداماش؟ خدامة. كنتمناو انهم يعني ياخذوا باليد ديال هاد الشابة المستوى الثاني. نعم. فنتمناو ياخذوا باليد ديال هاد الشابة هذه ويقدموا لها يعني العناية اللازمة كما يعني كما هي منصوص عليها. اختي شنو الرقم ديالك؟ 06؟
قولي اختي النمره ديالك الله يدير تاوي الخير. وهذه رساله اليوم للبنات، البنات والجميع يعرف راسو شنو كيدير، راه هادشي ما بقاش فيه اللعب، راه هادشي شكون اللي كيوحل؟ كيوحل في الاخر الوالدين. اليوم كون ما كانتش الام ديال شيماء اباها، شيماء هي وهاد الوليدات كون راها في الزنقه، فينا هو؟ فينا هو الحبيب؟ وفينا هو هذا هاد 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 الحب وهاد الغرام وهاد العشق وهاد فينا هو؟ كلشي سالة، كلشي طار، واكثر من هذا هادشي هذا صعيب عندكم، لانه خطير اختي انه انسان انك دخلتي للبيت عشتي مع الاسره رفقه الوالدين رفقه كلشي، دخلوا عند باك دخلوا عند امك، صعيب باش نوصلوا لهذا المستوى ديال المكر، صعيب. هذه كتبقى روايتك اختي، وكيبقى حق الرد مكفول للطرف الثاني طبعا انه يجاوب على هذا الكلام، هذه الروايه ديالك انت، في انتظار انه يعني يتواصل مع قناه شوف تي في ويقدم يعني لا الا باغي يجاوب على هذا الكلام، ولا عنده ما يتقال، ولا عنده عكس يرد على هذه الاتهامات اللي كتوجه ليه. راه كتكلمي على انه سناك على ورقه لا اساس لها من الصحه، انت قلتي ما كايناش كاع، انك عشتي واحد المده وانك على اساس انك تحت سقف الزوجيه، وفي الاخر صدقتي انك كنتي غير في علاقه غير شرعيه وبموافقه الوالدين، او تهما راه تهما منصوب عليهم على حسب الاقوال ديالك، يعني داكشي اللي فهمنا منك دابا انت. اليوم ها انت خارجه يعني لا نفقه لا حتى شي حاجه، ما عندك لا باش هاد الوليدات، شكون اللي غيتحمل مسؤوليه هاد الاولاد اللي انت والداهم على اساس انك كنتي معاشره معاشره الزوجيه؟ فاختي الله يدير لك التاويل ديال الخير، الله يكون معك، الله يفك حيلك على خير. اها مرحبا، لا بغى يعطينا شي كلمه الوالد ديالك مسكين، ما تقبلهاش، ما عمره غيتقبلها، راه ما يرضاش. انتي البنيه الكبيره، انتي البنيه الكبيره، خلي الميكرو عندك، انتي البنيه الكبيره ياك، عزيزه عنده، عزيزه عليه، وريني صافي دابا موقع هادشي هذا كيحل، ولكني راك عارف ما رضاش. ما كاينش راجل اللي كيبغي بنته تبقى مسكينه بلا بالولاد، وما عندهاش دار، ما عندهاش راجل. اش نقول لك اخويا، تكرفسه بدا اعدم تكرفسه اللي كانت كرفس هي ديال دابا مع الدراري ومصروفهم، وانا مصروفي ديال السبيطار. كنقول لك مشيت بيتها في البانيو بلا غطا. اه للكامل ندمت على هادشي بس، ندمت بزاف، كيبقى في راسي بزاف، وولادي اكثر. شوفي صحابات الكرانك، كنشوف تنشوف راجل طيب كيدير بخير، لاباس عليك الله يحفظك، الله يبارك فيك، دوز معنا با عزيز. ماشي مشكل، كلمه على هذا المشكل ديال البنيه. اخويا مرحبا، جلس حدا، جلس حدا، بسم الله. نعم مشاهدي في قناه شوف تي في، كما قلنا في الاول وفي الاخير كيبقاو الوالدين مول الاولاد ديما، هو هذه حالته ياك سيدي عزيز، الله يصبر مول الاولاد خصوصا في هذا الزمان. لا اله الا الله. شنو رسالتك ابا عزيز بهذا المشكل اللي وقع لشيماء اليوم؟ اللي نقول لك دخلوا لدارك وعشيتي اخويا، جاو هاد الناس اللي عندي، هاد الناس ياك جاو هو وبوه امه اللي عندي للدار، خطبوا مني البنت، قلت لهم مرحبا من الباب، لا دخلوا عندي للدار، زعما قلت لك داخلين من الباب. اييه مرحبا، قلت لهم بنادم يجي خطب من عندك تجري عليه؟ لا، جابوا خويا شي جقوب السكر، درنا لهم العشاء اللي قسم الله، كلاوه معانا، مشاو بحالاتهم. هما مشاو الدري خلاص جا بالليل، ولدهم جا بالليل، المهم الله كذا قالك اليوم طرح في الليل، قلت لهم مرحبا. جاوا سيدي قصروا معانا بالديسكور بالشهود بالناس بالعالم، مول اللي دانا بطانا وبلحقنا راه ساكن تما فهذا، باش نقولوا حقا غيبيناتنا، راه حتى الشهود عباد الله راهم كاينين، حاضر البشر، واللي داوها لحقوها بطانا وبين بالحق. قال لك حقا، قلت لهم الكاغيط ما الكاغيط، قال لك حنا حقا، انتم ديروا الكاغيط هنا، قال لك لا، قال لي الحقو تربو دربالا. قلت له مرحبا، ماشي مشكل، دبروا محينكم، هذا ماشي شغلي، اللهم يسر. قلت له ماشي مشكل، هذه من لحقت البودر بلا، هذه كتبقى صغيره،
تنقول له شنو دايرهم؟ كنتي تنزور عليه هذه يقول لك حقا راه عطاو 6000 ريال العادل وبقات لهم 6000 مازال ما كملولوش الفلوس باش قال لك باش يديروا الكاغيط عطيناه 6000 وبقى تيسنى 6000 وكانوا غيديروا بها الكاغيط ديك الساعه هي كملات 18 جابوا لها داك شي ورقه قال لك سنات فيها ما نعرف انا منين ديك الورقه جابها هو باه جابوا لها ورقه سنا ما نعرف اسيدي انا منين انا منين شوف هاد البنت انا اصلا منين راحت ما تبعت حتى التبيع ديالها ما تبعتهمش ما سقسيت فيها ما سولت فيها قلت لها انت هذا سير الله يعاونك الله يسهل عليك انا صافي انت اللي اختاريتي انت اللي اختاريتي الله يسهل عليك انا الله يسهل لك مشات اسيدي بقات معاه بقات عند با الماء شي شهر ولا ما كملش يا ربي ما بقاش شهر ولا ما حقاش صيفطوها ليا مالها ما نعرف بقات عندي في الدار الولد تيخدم في فران تيجي عندك تيجي اه بقى صافي هو جراو عليه كاك والدي فين عاد ردوا هاد البنت وفين يولي قدر يخدم تيجي من السبت للسبت تيجي فهمتيني كان هذاك ملاطي وطلع طوا شي هذا المهم هذاك الدري انا هذا الولد الكبير قسمته بالله الا خاطر عليه فوق 500 درهم فوق 10000 ريال جبت له الكاطو ديالو 6 كيلو خليني من الكوفيتير من الزبده من العسل من الدجاج من الكاطو تاع مول الخير المهم درت له فيس درتها له هذاك الشيء ايه درتها له في ساعه هذاك الشيء ما عندكش مشكل في سبيل الله في سبيل الله تنمشي نخدم على راسي في الجبل تنمشي الكتامة تخدم في الزيتون منين تيقسم دابا بالله الى منين جيت الى شهرين شي شهرين كل نهار 20 درهم خصهم الحليب خصهم لي كوش خصهم جيربي دري صغير خصو ياكل وبقيت معاه هاك خطره انا خطره المهم يكون عندي خطره انا خطره مهم خطره حناهم خطره انا خطره حناهم تكبر هاد الدري عاوتاني زادت الولد الجوج هذا هما كبروا دابا بجوج هاد الولاد عاوتاني قسمت بالله الى 15000 ريال ما تختنتهم وكون ما ختنتش هاد الولاد شكون يختنهم اجرك لله باش كلشي تنديرهم في سبيل الله شريت لهم الكسوه ديالهم ختنتهم في سبيل الله واش دير سمحوا فيهم لا واخا ها الولد الثاني دابا الراجل فينا هو في فران راه في فرق ولكن دابا حنا كنسمعوا كتقول لك السيده ما كاين لا كاغط لا والو ما كما دايرش المهم دابا على كاغط لا والو ها الكاغط ما دايرهاش وشنو هاد هو قول ها هما جوج الولاد وهاد الثالث باقي في كرشها وما كاين لا كاغط لا والو كنت نقول لها حقا تقول حقا عاطين 6000 للعادل وباقيين 6000 خبقاو هكاك هذيك الورقه جابوا سناو وراه ما كاين حاله مدنيه لا والو بعد ها هما هاد الولاد باش غادي يقراو هادو يلاه قول لهم بلا يدخلوا هادو المدرسه يلاه بلا المدرسه قلت لها سلميهم سني عليهم دخلهم انا دخلهم ولادي ندير لهم الحاله المدنيه ديالهم يسني تا هو ماشي ولادو جدهم انا في سبيل انا ما عنديش دراري ندخلهم ندير لهم ولادي خسر عليهم الشاد خسر عليهم 13 مليون 14 مليون للواحد ياك اش نخسر عليهم شحال كاين 14 مليون باش يتخلصوا وندخل لهم الحاله المدنيه وما يسالش فيهم ما يتي واحد ما يدور بهم ما يسنيو عليهم انا ندخلهم الحاله المدنيه هم ولادي يسنيو عليهم ما يسالوش فيهم انا ندخلهم واخا با عزيز وبالنسبه للبنيه اليوم دابا كتقول لك انا بغيت الحق ديالي اللي هو الحق القانوني أيه؟ يعني عارف القانون اي عارف انا عارف القانون حق القانون طبعا بنتك راه قانونيا اي قانون ضروري هنا راه كندويو على عقد مزور كندويو على انه راه تغرر بهذه الدريه اللي كانت باقا دريه صغيره شويه لقات راسها ها جوج ولاد وها الثالث ها يلا شويه يعني واش هذا الحق ديال هذه البنت يعني واش غتتابعوه ولا غادي يعني شنو رايك انت انا خصني نتبعو خوخا انا خصني نتبعو انا هذا خينا هذا حنا ما حيدوش حنا خويا ما نحيدولوش ولادو فهمتيني حنا ما نحيدو كون جاو جمع مع ولادو بغى يدي ولادو تعطيه ولادو نعطيه ولادو انا نقول ان عطيه مرتو ولادو يديهم يديهم هاد الامور ديالو جاي يقد الامور يدير لولادو الحاله المدنيه حتى هو يحس بالله بالله عنده ولادو مسؤولية تا هو يحس بالمسؤولية هو تا هو يحس بالمسؤولية عنده بين ولادو ويصرف على ولادو واش هاد الولاد هادو تعطيه مرتو تعطيه يديه واش انا هاد الولاد هادو اللي تصرف عليهم انا تصرف عليهم هذوك الولاد انا وعلى امهم واش انا كنت خسر كنت كندير هذا تا وليت ولا عندي مخسور كبير راه قسمت بالله الولاد عندي فوق 500 درهم دابا ولا عندي في السيمانة كل سيمانة عندي فوق 10000 انا كنت باقي خسر 4000 تا ولد دابا هاز المسؤولية فوق 10000 ريال مخسور كل سيمانه ودابا بيني وبينك با عزيز كلشي في سبيل الله وكون ما لقاتكش انت
وكما قالت لي تبرد مشات الماء تبرد هذه وهذا الشيء وزايدو هذا النسر ماشي هذا بها انت هذا الشيء راه ماشي راه اللي وقع وقع دابا هذا الشيء هادو غير هاد السكن راه ماشي ديالي غير عباد الله عطيني هذيك قلت لك هاد السكن راه غير عباد الله ماشي ديالي راه ساكن غير عند عباد الله باش عارف شنو كاين انا ساكن غير عند عباد الله انا ما عنديش هاد الناس عطوني هاد السكن في سبيل الله كضل دابا على هاكا انت راه دابا باقي بحال سكن تراب هذا هذا تشوف انا يلا جيتي من الزيت هذا هذا تشوف لا كنا في الشاطو هذا تشوف على عينك اييه هذا تشوف على عينك شنو رسالتك اليوم وشنو كطلب لي يعني الشيماء اليوم باش هاد الحالات تقال شنو رسالتك للزوج اللي للزوج للزوج ديالها اخويا لا بغى يولي ابدا حرموش على ولادو يجي يدي ولادو ويدي مرتو ويقدم المسؤوليه ديالو ويدخل ويدير سميتو ويدير الحاله المدنيه ولادو ويدي ولادو انا ما تنكرلوش وما نهربلوش على ولادو انا ما شادلوش ولادو حقنا ولادو يديهم شدهم عند الزطاطا يقدم المسؤوليه ويدي ولادو فهمتيني ويهز المسؤوليه ويدي ولادو انا ما نحرموش على ولادو كاين شي واحد يحرم على ولادو يا الكلبة شو الكلبة ما تفرقاش تتهز تزودها وتنقلو تحطو لهيه ها وهذا هو الثلاثة هاد الولاد شوف فين جا ليهم يلا كاين شي واحد يجري على ولادو ها يا كاين شي واحد يجري على ولادو وكاين راه بنيتك كتبغيك الرائد ها بنتك راه كتبغيك فاش ايوا راه لقات هذا لقات كتبغيك كتبغيكاتها الله فهمتي ايوا واش واش نفرط فيهم نفرط فيهم هو بنيتك ايوا عزيز ياك واش نجري عليهم ايوا انا نجري عليهم يمشيو يمشيو يطلعوا للخليل باتوا في الخليل تكرفسوا عليهم عباد الله ها ايوا هو هذا دابا انا باقي كوكا ما قادنيش ما ديالكش بين راجل حبيب وبين ولد وقت لهاد البنات قاتل وراه باينه من اليدين تبارك الله هذوك اليدين راه يتباسوا مقاتل على راسك وكتجيبها حلال ربي ما يخيبكش باه باش نوكل ولادي انا ما جريش على ولادي انا ماشي هبيل شتي انا ما حدني حي غادي نبقى نوكل ولادي تسلموا نهار اللي نموت يسال عليهم الله لا الله يطول عمرك غتكون ايوا المهم لا هاني خاسيمو الدنيا هاني فهمتيني ماشي مشكل هاني خاسيمو الله يطول عمرك امين الله يحفظك خويا الزين كرتينا في الشباب الله يحفظك خويا الزين هاك فهمتيني ايوا هادشي اخويا شوف باش نقولوا شنو حقا شدوا له ولادو ما شدوا لهش ولادو فهمتي باش نقول شدوا له حنا ولادو ما شدوا لهش اخويا ولادو بغى ولادو مرحبا عرف عين يدير القانون ديالو ويدي ولادو حنا ما نجريوش على ولادو كاين شي واحد يجري على ولادو اختي شيماء شي بكان العفويه ديالو بديك الطريقه ديالو تقولي بتهول حيت راه كي تيحس بالشمته هو راه ما كرهش يشوفني حتى انا في داري مع ولادي ونجيو مره مره عنده ونزورو حتى هو راه ما كرهش راه حتى هو مرمي عليه واحد المسؤوليه بزاف وما عندناش ماشي زعما موظف ولا خدمة جورنا غو ب 16 مليون باش تعرف شنو كاين والله ما عندها 16 مليون باش نخدمو فاش جيتي جورنا ما عندها ما راه كثير نقولو كنتي باغا تفرحي زيك ها شنو جاي دير كنت باغا نستر راسك زعما بسم الله راه هو هذا خويا ما يفوتكش هو دابا انت كتسمعي بنتي كاين 16 مليون قسم معاك خدمو ونازلين كاع شنو دير ملي كنشوف با زعما هكا فهاد السن وكيبكي وهذا راه كنزيد نمرض انا حتى بزاف كتشوف ضحكوا علينا ضحكوا علينا انا نقول لك واحد الكلمه الحمد لله اللي كاين باك كاين راجل واقف معاك تخيلي كون كنتي بوحدك كي غتكون حالتك كنت بوحدك وراني في الشارع ايوا وانا جري ادخل للشارع ما غاديش للشارع بولادها يلا في واد ولا ثاني فين يتلاحوا ما ديالكش وشكون اللي غادي يقبلها بثلاثه الاولاد شكون غادي يهزها بثلاثه الاولاد ما كاينش اللي غادي يهزها بثلاثه الاولاد مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في زعما اش غادي نقول لكم لا قوة الا بالله يعني رسالة عفوية وتلقائية ديال الاب اللي بكانا صراحة والله العظيم اللي شفنا فيه يعني ذاك الظهر اللي جنب بنيته وقال لك دابا انا ما عنديش المشكل يجي غير يقدب ولاده ويهز بنته يهز مرته ويهز وليداته ويدير لولاده حالة مدنية ويدير الكاغد ديالو انا ما غنفرقوش على ولاده ولكن راه كيفاش انه قدر انه يسمح في ولاده هاد المدة وما يسول فيهم ما يدير فيهم هذه
فهنا يبان الحربون. فهذه كت يعني رساله واضحه ديال الاب وهذه هضره ديال الرجال باش نكونوا واضحين، لانه الراجل ما يخليش ولاده. راه كنشوفوا عدد ديال الرجال عندهم مشاكل مع زوجاتهم، مع ظروف العمل، مع الظروف اليوميه. شحال من واحد فينا اليوم راه قهروا السير، قهروا الكرا، قهرته ظروف الحياه، ولكن راه عاد في وليداته. شحال من واحد كون اختار هو الحل السهل وحضر راسه وزاد ويمشي يعيش هو، يخليه هو من على الدار البيضاء ويمشي يعيش في طنجه، شكون عارفه؟ يخلي من طنجه ويمشي يهبط للداخله، شكون اللي عارفه؟ ولكن لا، جالس حدا وليداته وصابر بالحفا بالعراب كل شيء، كيشوف انه الخير والعوض غيكون في ذوك الوليدات ان شاء الله، لانهم هذوك احسن تقاعد واحسن التربيه الحسنه اللي غتعطاهم، وذاك المال ديال الحلال اللي كيتخسر عليهم يرجع ان شاء الله، لانه من زرع حصد. با عزيز اليوم عطانا مثال يعني صريح، واليوم برافو ليه لانه شد في بنته ودخلها عنده وحضنها وما خلاهاش تلاح الشارع والكلاب ديال الشارع وذئاب الشارع، وعارفين شنو واقع في الشارع. راه حتى واحد ما غادي يرحمها، يا حامله يا صغيره يا كبيره، يا عرفنا الله يسر كيفاش ولا واحد ذئاب البشريه اللي دايعه وسطنا. لكن عزيز قال لك همي على همي، انا كنت خاسر 4000، اليوم خاسر 10000، الرزاق الله ربي اللي كيجيبها. هذا هو اللي ما عنده ما يدير. اليوم مشاهدينا شنو رسالتك اختي في نهايه هذا البث المباشر؟ انا كنقول هذه رساله واضحه للاباء اللي كيجري على بنته ولا اللي كيجري على ولده، اللي مجرد خطا الاول داره يقول له سير بحالك. لا راه لحلتي انت، راه ماشي غتلوحوا للوالده ديالك ولا غتلوحوا لواحد اخر غيخاف عليه، راه غتلوحوا غير للذئاب البشري، ما كاينش اللي غيعقل عليه. سير شوف هذا الزمان. نقول لك هذا يجي عندي تدوز سيمانه، كان تدوز عند سيمانه في فران وتيجي ريال لا، شتي تيجي تخدم سيمانه وتيجي ريال لا، ما يخلي الوالد حتى يقولوا شي 100 درهم ولا كذا باش يقولوا تقول لك حقها ليكوش ولا ها الحليب، خليها المصروف الدراري ممنوع. تي هو تيجي قلت لك بالموتور ايه ايوا سعت ولا بكيت انا كنشوف دموعك ما بغاوش يحسوا سعت ولا خويا سعت ولا ما دازتش شنو غادي دير؟ قلت لك تبى تضرب تضرب الكواسي وقلت له ماشي نقول ما تصورش الفلوس ولا هذا، هذاك تصور اكثر محسن مني انا، اش خدمته تيخدم ميكانيك ديال طالق عليك انت تيخدم ميكانيك ديال الطرو ولا عرفتش حاجه تدخل بالنهار، وش عطاوه هنا عطاو 15000 فرنك وقلت له غير جلس هنا، انت معايا؟ جلس هنا، عطاك 3000 ريال في النهار، جلس هنا احسن لك، لا قال لك انا حقا عندي صحابي في فران وكذا وكذا وكذا، وتيدير هو اللي بغى، البنت هنا هو تيدير هو اللي بغى في فران، ومشاو وحصلوا معاه تما بنت في فران، فهمتي ودوزوا تما الرقاطه في فران، لقاو معاه بنت تما في فران ومشاو مشاو لقاو البنت تما معاه في فران ونوضوا تما الرقاطه ولحقوا حتى المخزن وكذا وكذا. سي عزيز هادو اللي دخلوا عندك للدار النهار الاول فين هما الناس الاب والام؟ يقولها له ما بقاش نسول عليه ولا نسول عليه. حنا نهار بغينا نتزوجوا ولا اي مغربي ولا مغربيه كتبغي تتزوج كتقلب على مع من تلاقى كما كنقولوا في العاميه ديالنا، كنقلب على مع من غنتلاقى يعني الوالدين على واش دايرين الشرط هو الوالدين. اما الزواج راه الراشدين اسمح لي انت انت والبنت اللي بغيتي عندكم لا كارت عندها لا كارت كتب الله يعاونكم، ولكن في تقاليدنا وعرفنا كنتلاقاو مع الوالدين. علاش؟ علاش نهار يوقع الخصام ولا يوقع الغياب نلقاو مع من نتفاهموا؟ فين هو الحق؟ دابا اسمح لي دابا منين قلت لك منين جاب باه امه ماشي يقول جا هو بوحدو ودا من عندي البنت والدري يجيب بوحدو نعطيه البنت، انا ما يمكنش نعطيه البنت. منين جاب باه امه ياك؟ ناس ماشي تقول دار براهاش، راه ناس كبار شويه بعقلهم، ناس كبار الراجل يكون فيه فوق 60 عام ماشي بعقله؟ ها؟ الراجل يكون في عمره ما كاينش عنده يكون في عمره 70 عام واش بعقله؟ المراه كذاك تكون عندها فوق 60 عام ولا 60 عام ماشي بعقلها؟ هو راه عندهم العقل. ومن جاو من جاو داوها ما عمر ولاو عندي ولا مشيت عندهم، انا اصلا ما عمرني مشيت عندهم اخويا سيمو بحال هما نهار الاول جاو ما عمرني شفتهم فهمتيني؟ ما عمرني شفتهم صافي جاو داوها تما ما عمرني شفتهم اخويا لا حول ولا قوة فهمتيني؟ ملي جاو داوها من عندي تما ما عمرني شفتهم. واش انت تبغي دير مع ولدك هذا الشيء؟ هي واش دير؟ دابا ولدك انت عندك ولد ايه وتقدر تفرط فيه؟ لا تمشي معاه في هذه الخطه بحال لا لا ما تمشيش معاه في هذه الخطه هذه حرام ما تمشيش معاه في هذه الخطه هذه ضحيه بنيه واش ندير لها؟
شنو ندير ولا شنو ندير هنا؟ ها هي بغا هي قاصل تيقسم الله تيقسم الله وزنا كلهم مجموعين. شنو اللي دير؟ الناس كيعيطوا لها خداو النمرة ديالها كيعيطوا لها على المباشر. الحمد لله دابانيت طلبهم الله انهم يتعاونوا معها ويديروا معها الخير ان شاء الله ويشوفوا يعاونوك حتى انت با عزيز. هذا شو حطيت النمرة ديالها باش اللي في اللايف راه محطوطة. راه الناس كيعيطوا لها دابا في اللايف باش لا كاين شي محسنين الا باغي يعاون شي واحد بليكوش لا كاين شي محاميه لا كاين يعني اللي عنده شي استشاره قانونيه كذلك الرقم ديالها من اجل الجمعيات الحقوقيه الا بغاو يدخلوا معاها ويعاونوها لان وليدات خاصهم حاله مدنيه هي ما عندها حتى ورقه ولا باهم يتيم بل باهم ما تصورش الفلوس نقولوا ما تصورش الفلوس ربما ما يدخل فوق 30 رجال القانون ربما يدخل فوق 30 في نفس السيمانه ما بغاش يدير القانون ديالها ويصرف على ولاده ويدير لقاها الطواقة ديالو ويدخل ولادو الحالة المدنية ويطلقها ماشي مشكل هو باقي ما تزوجهاش باش يطلقها ها هو مازال ما دار حتى حاجة أيا قلت لك زعما يدير الكاغيط ولا يدير تبو الزوجية ويدخل ولادو الحالة المدنية حتى لا ما بغاش ولادو يدخلهم للحالة المدنية ما عندكش مشكل غير فكنا يفكر لا غير يدخل بلاد الولاد هادو يقراو حرامي ضيعوا أييه فلان دابا بلاتي هاد الولاد من عاد يكبروا يطلبوا لهم دراسة لا يديك لا يخليك باش غادي يقراو معلم ها أنا فهمت باش غادي يقراو ما بغيتيش البنت آه. ما بيناتكم رجلها وراقها رجلها الله يعاونك صافي الله يعاونها بغات تسمح لك في هذاك الفرد كاع نعطيه لها بيناتكم آه. المهم أولادك خصهم يقراو الأولاد هاد الأولاد غادي يخرجوا ضحية أجاي يمشيو يسرحوا يا شنو كيفاش وحدك انت ما تشوف ما غادي يقيلوا معايا واخلاص غير تدخل شهاده عليا الله الا غير ندخل من الباب ديك با 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 وباه اللي يديروا جد وقول وباه اللي يديروا جد وليدات عندك البنات واقيلا قلت لك كتسمع ديك با ديال الدري كتعجبها يا دار وقول ما يجي تقول له حقا دابا ها الوليد ما تقول له با تيقول لك با انا خايب تقول له احمد ما تيحملوش لا ما تسميش ما تسمي حتى واحد ما تيحملوش لا حول ولا قوه ما تيحملش با اللي يديروا جد ما تيحملوش لا حول ولا قوة يا بالي دير وجهي ما تيحملوش لا حول ولا قوة واخا شنو اليوم رسالتكم الأخيرة أختي قبل ما نهيو هذا البث خذي شنو بطل بيه وشنو رسالتك؟ خويا الرسالة ديالي أنا كنطلب الحق كنطلب الحق من سيدنا أنا كنطلب سيدنا هو اللي ياخذ لي حقي وحق وليداتي هذا الشيء اللي كاين كنطلب من سيدنا هو اللي كيحمي العيالات بغيتو يحميني حتى أنا بنته ووليداتي صافي هادشي اللي كاين مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي يعني كما كتسمعوا الان يعني قصة ما سهلاش يعني شوف تقريبا اكثر من يعني تقريبا 57 دقيقة على بقات لنا ساعة وحنا كنتكلموا واللي بكينا تخلطات فيها المشاعر زادنا السي عزيز يعني الوالد اللي الله يطول عمره والله يعطيك الصحيحة ديالك والله يخليك يعني البنية ديالك ولدوك الوليدات تتكون معاهم ان شاء الله وتشوف فيهم داكشي اللي بغيتي الخطأ كيوقع الخطأ كيوقع الله يحفظك ابا عزيز طولوا حملنا عمرنا ولا يقسم الله طاعة الله في طاعة الله في طاعة الله هذا خايس عمر نهار طيح الورقة راه ربي نهار مكتوب لك ما عرفنا فوقاش عمر ديالنا فوقاش يتعب واش اليوم ولا غدا ولا لا ولا حنا غير ناي غاديين حنا غير مسيرين غادي مع الطريق جايين لا اله الا الله لا اله الا الله اللي غادي نقول لك هو انه عادات ديال المغاربه اليوم كيقولوا لك الله يكون معك شيماء وكنتمنى انه الناس يعني يكون واحد الحمله ديال التضامن شيماء في سن يعني تقريبا 23 سنه ياك قلتي لي شحال عندها 23 21 سنه الان مرات عليها تقريبا 3 سنوات او 4 سنوات عجاف كان فيها زواج كان فيها حب كان فيها العصا كان فيها ثلاثه ديال وليداتها والثالث راه باقي في البطن ديالها مشاهدينا اللي كما كتشاهدوا معايا وعلى المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي دائما كما كتشاهدوا معنا الان احنا مازالين معكم في نقل يعني هاد الواقعه اللي اليوم اللي كنتمنوا نكونوا توفقنا في تقريبكم من هاد القصه واللي هي قصه للعبره وليست للمشاهده مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي بنياتنا واخواتاتنا ورساله للجميع اليوم ما بقى الثقه اللي بغاك راه يجي لداركم يجي عند والديك ما ديريش داكشي اللي قال لك راسك لانه انت كتبقاي غير اليوم ها هي كون ما كانت باقا صغيره وتستغلات راه ما غنشوفوهاش في هذا الوضع اللي اليوم الاب ديالها كيبكي قدامنا يعني
انا حنا رجال وحك الراجل راه كيحس بالراجل كما كنقولوا، راه الرجال حسوا بهذا الراجل هذا اللي شافوه انه يعني دموعه ما حبسوش، لانه راه راجل ضارب تماره كبر ربا، في الاخر يجي واحد في الاخر يجي، هذه راه هي الفهامه اللي غيفهموها مجموعه ديال الناس كيشوف بنته في هذاك الشيء اللي ما يعني داك الشيء اللي كان كيتمناه، انه ما لقاش داك الشيء اللي بغى، لقى راسه اليوم انه بنيه اللي هي متقلة، وهو كون غير كان الوضع كما قال المسكين كون غير كاين ما عنديش المشكل، لكن رزقهم يجيبوا الله. اليوم رسالة واضحة مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، وكنعاود نقولها هذا بث مباشر ليس للمشاهدة، فهو للعبرة ولأنه نجلسوا مع بعضياتنا كعائلة ونسمعوا ليه، ما تقالت فيه حتى شي حاجة اللي خيبة، هذاك الشيء اللي سمعته كامل واقع كما قالت هذه السيدة اليوم. فكما غنرجع مرة أخرى وغنقول للطرف الثاني حق الرد، فكما سمعنا الرواية ديال الزوجة ما محشومه كاع نقولوا الزوجه يعني ما عندها لا ورقه لا جوج، مسكينه يعني اتاسف على هذه الكلمه هذه اللي ما عندها حتى شي ورقه، واليوم راه ثلاثه ديال الوليدات وتحكمات بشهرين سورسي، والزوج اللي هو زوج حتى هو ما عنده حتى ورقه بانه زوج، يعني باش هذه الصفه باش اكتسبوها هي صفه مزوره لحد الان او وهميه، نقدروا نقولوا وهميه، نعم باش هذا هو المصطلح اللي كاين، لانه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي خذ براءه حكم كما كتقول لهذه السيده هذه، فله حق الرد كذلك اللي رد على هذه الاتهامات وهذه الموجهه له. الان سمعنا رساله واضحه من عند الاب، اجي قد امورك، راه الاولاد ولادك امام الله، انت عارف ومرتك راه عارفه، حتى لو ما بغيتيش البنت قد الامور ديالها وقد المسائل ديالها، تنازلت لك الله يعاونك بينك وبينها في ذاك الشيء المادي، غير هو دير الوليدات وريقاتهم، لان الوليدات راه الاطفال ما ذنبهم والو، لانهم هما الضحيه رقم واحد في هذا الفيلم كامل كما كنقولوا، او في هذه القصه كامله. استودعكم الله مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كنتمنى من الله انه هذا البث المباشر يكون للعبره، وهذا واقع من واقعنا من من من, من المجتمع، ماشي شي حاجه اللي جايبينها او انه مسلسل او فيلم من الافلام اللي كنشوفوها على القنوات. استودعكم الله، كان معكم مراسل القناه منير معطاوي من اقليم الحاجب 70، الله يدير الخير لشيماء، كذلك الرقم ديالها راه وضعناه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر، ما تخلوش عليها، ما تخلوش على بو عزيز اللي في القدره ديالو انه يعاون هاد الناس ماديا بمساعدات بليكوش بهاد المسائل، كذلك قانونيا راه حتى مساكن راه ما عارفينش البنت كتقول لك انا ما قارياش، اللي عنده يعني شي قدره ولا جمعيات ولا ناس اللي ممكن انها تدخل على الخط وتواكب هاد الملف هذا، فلهم الاجر طبعا، وغادي نكونوا معاهم في مواكبه هذه القضية. أشكركم وإلى اللقاء. الله يدير الخير.